مشاهدينا في كل مكان، بحييكم من شاشة صحتي وبرحب بحضراتكم معانا من الآن في الفترة المخصصة للمرأة والطفل. النهاردة الحقيقة في بداية لقائنا بنتكلم عن موضوع أو مشكلة يمكن تعتبر من المشاكل المهمة جدا واللي بيتعامل معها طبيب النساء والولادة، وهي اضطرابات الدورة الشهرية. الحقيقة اضطرابات الدورة الشهرية من المشاكل اللي يمكن خلال العمر الإنجابي للسيدة، لازم أي سيدة بتعاني من درجة معينة من درجات اضطرابات الدورة الشهرية، وعشان كده لابد ان هي اي فتاة او سيدة تعرف كل شيء حوالين هذا الموضوع. عشان كده النهاردة معانا على الهواء مباشرة الدكتور خالد رفاعي، استشاري النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس. اهلا بك يا دكتور، صباح الخير. وطبعا خليكم معانا للسه السهر عن اي سؤال من الدكتور خالد من خلال الارقام اللي هتكون موجودة على الشاشة قدامكم. دكتور خالد، الاول عايزين نقول ايه هي الدوره الشهريه؟ هي الدوره الشهريه اللي في اي فتاه، وهنقول فتاه شرقيه بيجي لها الدوره الشهريه في سن 10 سنوات. 10 سنوات؟ في ناس اكبر في وفي لا، بس في الدول الغربيه من 12 13 سنه. الدوره الشهريه دي عباره عن بدايه نزول دم الحيض، ده معناه ان الفتاه يعني قابله لحدوث الانجاب. والدوره الشهريه دي ايه اللي بيحصل جوه الجسم يا دكتور؟ يعني هو اللي بيحصل ايه؟ ان المبيض ده بيكون يعني خامل مش شغال. عند بدايه البلوغ بيحصل في هرمونات بتنزل من الهايبوثالاموس والغده النخاميه، بتعمل اثاره للمبيض، بيطلع هرمونات الانثويه الاسترو والبروجسترون اللي هو بيدي الصفات الوراثيه الجنسيه السنويه، اللي هي كبر حجم الثدي وامتلاء الارداف ونمو شعر العانه وتغيير في الصوت. هو دي اللي هي العلامات اللي بيعملها الهرمون الاسترو والبروجسترون من المبيض. لكن الفكره الدوره الشهريه عامه مش دوره شهريه، ما نقول دوره شهريه فتره نزول الحيض او دم الحيض، لا الدوره الشهريه عباره عن عايز اعرف هي فتره الحيض فقط ولا لا؟ الدوره الشهريه دي الدورة اللي هي بتيجي من اول يوم نزول الدورة لحد اول يوم نزول الدورة التالية. دي بتمر ثلاث مراحل. اول مرحلة قبل ما نتكلم على المراحل دي ناخد الاتصال. الو 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 الو، ايوه صباح الخير. صباح النور. ممكن تكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي حضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور انا متضايقة بقالي ثلاث سنين وقدرت تربيتي من منتظم على أول شهر جوازي اتأخرت مني. تمام. أنا كان تاني شهر الجوازي اتأخرت 10 سنين. تمام. وعملت اختبار حمل طرف ما يحصل ومفيش حمل. تمام. ورحت للدكتورة قالت لي إن مفيش حمل، قالت لي لو في حمل مناسب ولو مفيش هتكون الدكتورين 3 سنين. تمام. فأنا خدت علاج اللي نزلت ده دلوقتي. لا هنجاوب حضرتك. تحت أمرك. هو السؤال ده ثلاث محاور. اول حاجه ان لازم نفهم اي سيده او اي فتاه في بدايه الجواز في قلق نفسي او اضطراب نفسي، ده بيلخبط الدوره يومين ثلاثه قبل او اسبوع او 10 ايام، دي مش مشكله. الحاجه الثانيه في السؤال بتاعها ان هي عمل اختيار الحمل بدون داعي. انا ما بحبش اي سيده اتاخر عليها الدوره يوم او يومين كان اختبار حمل في الدم وبعدين تعمله تاني مره وبعدين تالت مره، لا. اختبار الحمل بيتعمل يجب عن طريق اشراف الطبيب، اللي هو لو لقى الدوره عندها منتظمه وبعدين لقاها تاخر عندها الدوره يوم او يومين، وبعدين بعد عندها اعراض حمل معينه، مثلا الثدي بقى متضخم شويه، في تغير في شكل الثدي او الحلمه، او باعراض تانية، فبيطلب منها تحليل معين بهذا الموضوع. لو طلع تحليل الدم اختبار الحمل في الدم سالب، مفيش داعي نعمله ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، خلاص يعني ده بيثبت. الحاله الشق الثالث ان الدكتور او الدكتور بيقول لها انا هديك مسبب حمل قبل حدوث الحمل. يعني دي مش يعني تعتبر يعني اكتر من لازم، دي بيدي مسبب مسببات الحمل. مثلا لو واحده عامله لها تلقيح مجهري او اطفال انابيب وخايفين على الجنين اللي احنا حطيناه البيضه المعصبه اللي حطيناه، فاحنا عاوزين نفهم السيده ان اساس اضطراب الدوره اهم سبب ليه القلق النفسي والتوتر بس. وده اللي بنشوفه دايما في اضطراب الدوره، اي واحده عندها اضطراب داخل امتحان داخل اي حاجه. طب ناخد اتصال. الو الو الو، ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي عاوز اكلم الدكتور. معاكي، اتفضلي على طول. نعم اتفضلي. عاملي لو سمحتي، دلوقتي بنتي عندها 20 سنه والدوره بتجيلها حوالي 20 يوم وغزيره. انيسه؟ نعم معايا انيسه يا فندم. ايوه انيسه.
وبعد كده وديتها الدكتوره ما ادتها ادالها وداني هرمونات اتظبطت معاها كويسه وبعدين رجعت تاني. تمام. انا خايفه من موضوع الهرمونات اللي اتاخدت. لا تحت امر الفم. ودي طبعا شكوى عامه جدا لاي فتاه. هو طبعا كويس قوي ان المدام دي وديتها للدكتور او الدكتوره يعني في سنوات يقول لك لا بعد ما تتجوز وبتاع كده. لا هو طبعا هو انا بس مش مع السيده دي في حاجه ان انا ادي عليك هرمون على طول. انا المفروض اعمل فحوصات للدوره الفجيره اللي عباره عن صوره دم كامله وصوره نسف وتجلط هرمونات الغده الدرقيه هرمونات البروجسترون نعمل موجات صوتيه نشوف اذا كان في كيس عم ابيض في ورم وليف صغير في نقط رحم يعني قبل ما يدي اي حاجه من الهرمونات قبل ما يدي الكلام ده كله نعرف ايه السبب. ممكن يكون عندها البنت عندها فقر دم جامد ممكن عندها امراض مزمنه ممكن عندها اضطراب الغده النخاميه ممكن تكون كمينة شوية ممكن يكون عندها هرمون ذكري عالي فعندها شعار زيادة في جسمها ممكن يعمل هذا الاضطراب. فلازم ما يديش علاج هرموني قبل ما نشخص السبب بتاعه. ممكن عندها كسور في الدورة في كسور في الغدة الدرقية فعلاجها لو خدت علاج الغدة الدرقية الدورة هتنتظم. لكن هو لما تاخد علاج هرموني بينظم الدورة فقط أخدان وترجع تاني مرة تانية اللي ما عليكش السبب ماشي السبب هي دي المشكلة. طب ناخد التليفون من مدينة نصر. ألو ألو أيوه صباح الخير. صباح النور اتفضلي حضرتك على طول. صباح الخير. صباح النور يا فندم. لو سمحت انا بنتي عندها 14 سنة. تمام. وقت التلفزيون حضرتك اسمعينا بالتليفون بس لو سمحت. عندها 14 سنة بس الدورة لسه ما جاتلهاش لحد دلوقتي. تمام. فهل في مشكلة؟ عندها اي مشكلة تانية صحية؟ لا. مليانة شوية وزنها زيادة شوية؟ لا 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 ضعيفة بالعكس. عندها اخوات بنات جالهم الدورة قبل السن ده؟ لا كلهم جات لهم في حدود 13 14 سنة. ما بتمرش بأي مشاكل نفسية عندها امتحانات عندها حاجة كده؟ لا 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 خالص. لو اتفضلي الدكتور هيجاوب. شكرا. طب احنا قلنا السن الطبيعي من 10 ل 11 سنه في الدول العربيه او في مصر والغرب بيتاخروا شويه نتيجه البيئه بتاعتهم من ناحيه البرد اي حاجه يعني او التغير البيئي نفسه يعني الدوره كمان بتتاثر بنوع التغذيه والسمنه والحاجات دي. طبعا الفتاه اللي 14 سنه هو اقصى حاجه ليها في 16 سنه. 16 سنه يعني اقصى حاجه تتاخر الدوره ليها يعني لو اتاخرت ل 16 سنه تبدا تروح. بس احنا ممكن من دلوقتي ابسط حاجه نعمل موجات صوتيه نعرف ان في موجود رحم موجود مبايض حاجات زي كده. هو في مشكله ثانيه خطيره جدا ان هي ممكن يكون عندها حاجز في المهبل بيمنع نزول الدوره. دي مشكله جامده. حاجز يعني المهبل فيه حاجز مستعرض بيجمع الدوره مكان الدوره دي فبيجي لها الام دوره كل شهر ولكن ما بتنزلش عليها دوره فلازم بيروح دكتور امراض نساء بيفحص البنت. لو لقى الحاجز ده بتعمل لها عمليه معينه لفض الدم ده بحيث ينزل وبتاخد شهاده بكده يعني تعمل موجات صوتيه لاضعف الايمان. طيب ناخد تليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام اهلا بيك. لو سمحت انا بسال بنتي يعني من فتره كده متجوزه من 3 سنين. تمام. فكشفت كده الاول كانت الاول وهي بنت كانت تجيها دوره متقطعه يعني. تمام. وخدت علاج والحمد لله وبعدين لما اتجوزت دلوقتي لها 3 سنين ما حملتش. تمام. فكشفت والدكتور بيقول لها نسبه التفويض وزنها كام حضرتك؟ نعم؟ وزنها بتاع 75 كيلو. تمام. 75 كيلو. تمام. في عندها في شعر زياده في جسمها في اي حته؟ لا عاديه خالص. تمام. بس دلوقتي يعني بيقول لها الدكتور يعني نسبه الحمل ضعيفه خالص او ممكن ما يحصلش حمل نهائي. لا الحمد لله بحضرتك ان شاء الله تحت امرك. شكرا. اي فتاه بيجي لها دوره غير منتظمه ومتقطعه وهي بنت بنشك دايما في امراض اللي هو تكيس المبايض او وجود اكياس على المبيض صغيره فده بيسموه ضعف التبويض. فطبعا انا طبعا ضد الطبيب او الطبيب اللي اقول لها ان مش لا هو في حاجه اسمها تحاليل او فحوصات نعمل موجات صوتيه تحليل هرمونات نعمل تحليل بروجسترون اللي هم عايشين من الدوره بنعرف عندها مخزون التبويض قد ايه وبنشوف التصوير بتاعها بنشوف البيبي بتاعها يعني يقبل التنشيط ولا لا وبعد كده بنبحث بنعمل لها بروتوكول خطه العلاج لعدم الحمل. يعني طبعا انا مش عاوز اقولها احتمال يكون الزوج في المشكله برضه بالظبط يعني فلازم ولازم هو كمان يعمل تحاليل. 3 سنوات ده فتره طويله فنبتدي بالبروتوكول بسيط جدا. هو كان المفروض بعد سنه يا دكتور مش كده يعني حاجه سنه ونص بعد كده يبداوا يعملوا لكن 3 سنين
بيحصل التوتر النفسي والقلق النفسي اللي بيزيد على الفتاة والأهلها ممكن يأثر على عدم بالقلب يعني. فإحنا بنفضل إن هي تعمل تحليل سلام مرئي للزوج وإن هي تعمل علاجات صوتية تحليل هرمونات ويتعمل الدكتور يعمل لها خطة للعلاج هنبدأ تنشيط التبويض هنعمل منظار هنعمل حمل مساعد يبقى لو كان عندها مشكلة. هي في ساعات بعض البنات وهم صغيرين بيجي لهم الدورة قليلة جدا فبيطلع بعد كده بعد ما يتجوزوا او يكبروا بنلاقي الرحم عندهم طفيل يعني طفيل حجمه صغير فالدورة كميتها قليلة جدا فده دي علاج معين بيكبر حجم الرحم ده طيب تليفون كمان مدينة مصر كل التليفونات اللي جات من مدينة مصر اهلا بيكو الو الو السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت ممكن اكلم الدكتور معاك طبعا اتفضلي اي يا دكتور الو اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا الدورة جاتلي من يوم الحد اللي هو قبل الفات دوت جاتلي اول يوم نزلة صودة خالص تمام المفروض جت قبل ما عادها بحوالي 19 ايام تمام قعدت يمكن حوالي يومين بس نازله سودة بعد كده قطعت خالص وبعد كده مفيش الا يعني جت بقى من حوالي 3 ايام اللي هو اول امبارح والنهارده نازله برضك سودة تاني حضرتك واخده وسيله من الحمل؟ واخده ايه؟ مركبه اللوب تمام عندي كام بيبي؟ عندي 3 بترضعي؟ لا لا تمام هنجاوب على حضرتك ان شاء الله بس انا هقول لحضرتك حاجه انا اصلا كانت حالتي النفسيه كانت تعبانه شويه هنجاوبك انت متقلقيش ده سبب يعني طبعا احنا زي ما قلنا القلق النفسي بيأثر على الدور بكل امكانيات حكايه نزول الدم غامق او فاتح ده عاوزين نفهم السيده ان الدم الغامق معناه الدم اتجمع في الرحم فتره معينه فبيتكسر فبيطلع منه الدم فبيغمق دي حاجه او الدم فاتح في رحم مجروح ده بيكون دم نازل جامد بس ده حاجه السؤال الاولاني اللي كنا قطعنا عليه ان الدور عباره عن 3 مراحل اول مرحله اللي هي البناء التدريجي لبطانه الرحم بعد بتبدا الدوره بتقعد تبني بطانه الرحم بتكبر لحد 28 يوم الدوره الثانيه وبعدين المرحله الثانيه خروج البويضه المخصبه ودخولها الرحم عن طريق قناه فالوب المرحله الثالثه لو ما حصلش حمل بيحصل تساقط تدريجي لبطانه الرحم لو معها البويضه الغير مخصبه بتنزل معها هي دي المرحله بتاعه الدوره والدوره الطبيعيه 28 يوم قلت يوم او يومين مش مشكله اقل من 21 يوم بنقلق بعد 35 يوم بنقلق يعني لو الدوره بتجي لها كل 21 يوم دي مش مشكله لو بتجي لها كل 35 يوم مش مشكله ولكن هي منتظمه لكن لو جت كل 40 يوم هي بتاثر طبعا زي ما قلنا السيده مفيش حاجه اسمها دوره بالساعه بالملي كل سيده بتختلف الدوره بتاعتها والتاني وحتى في كمان كلام اللي هو من الناحيه النفسيه او العادات ان لو في بنات بيقعدوا في مدارس داخليه او حاجه زي كده بكل واحده الدوره بتاعتها بتيجي مختلفه اول السنه على اخر السنه بتلاقي دوراتهم كل البنات بتيجي في وقت واحد نتيجه الناحيه النفسيه مع زوجها طب ناخد اتصال الو الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام كلام الدكتور لو سمحتي اتفضلي لو سمحت الدكتور انا كنت جايه من سنه وشهر وكان 4 شهور كنت حالة حمل بلادي بس مشيت مع الدكتور كده قال كويس ومفيش حاجة وبعد بقى اتخذ لي اللبن عين شوية وبدأ يتنين فكل ما حالة انا مش عارفة ممكن اخرج كتير كده او مش عارفة ايه سنة ونص في الجولة؟ سنة وشهر سنة وشهر تمام سنة 23 تمام جدا معلش اي مشاكل صحية تانية سكر او اي حاجة؟ لا مفيش اي حاجه خالص تحت امرك طبعا يحدث الحمل والاجهاض في اول الجواز ده حاجه طبيعيه جدا ولازم الناس تتعامل معاها انها عاديه بس في مشكلتين المشكله ان اي واحده حصل لها اجهاض تستحسن تعمل تحليل باثولوجي للي نزل منها يعني ممكن يكون عندها يعني الاجهاض ده سببه ايه ممكن يكون عندها يعني ممكن يكون حاجه اسمها حمل حيصلي نقدر نعالجه تاني او نتجنب حدوثه مره تانيه والحاجه الاخطر والناس مش واخده بالها منها ان هو ممكن يكون ضعف حيوان منوي يؤدي لحدوث الاجهاض لان الاجهاض ده عباره عن ايه حيوان منوي وبويضه يتخصبوا تلجأ في الرحم لو البويضه وحشه هيحصل اجهاض لو الحيوان المنوي وحش هيحصل اجهاض لو كانت الرحم وحشه هيحصل اجهاض فيجب يعني البحث عن كل هذه الاسباب وعلاجها لكن مش هقعدش بقى نعالج العيانه او اقول لها انت في مشكله او انت خدي مثبتات وبعدها مشكله ثانيه اللي هي حدوث لازم تعمل لا بس بعض الازواج بيرفضوا
عمل التحليل للسائل المنوي طالما حصل حمل، ولكن احنا بنقول قصدنا الحمل اللي هو الحمل الكامل، ولكن الاجهاض ده يعتبر حمل غير كامل، غير كامل. فلازم يتعمل كامل. طيب نتوقف على فاصل اعلان ونرجع مره ثانيه لمواصله لقائنا. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. مرة تانية رجعنا لكم على الهواء مع الدكتور خالد رفاعي استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب جامعة عين شمس. وعايز أسأل حضرتك يا دكتور، هل اضطرابات الدورة الشهرية بتختلف من الفتاة عن الفتاة المتزوجة عن الست المتزوجة عن الفتاة العادية اللي هي ما اتجوزتش؟ طبعا هو طبعا الفتاة عليها بيكون، هل هي عرض لمرض معين ولا لا؟ لا، هو طبعا الفتاة اللي هي ما خلفتش بيجيلها الدورة في مؤلمة جدا، بيبقى عندها ألم، الألم جامد جدا لأن الرحم ده قبل ما بتنزل وبعد ما بتيجي أول يوم بيبقى في ألم جامد جدا بيسموه احتقان في الدورة الشهرية، بيبقى في ألم جامد وصداع مش فيه ممكن. طب ده بيكون سببه إيه بالنسبة للفتاة اللي بتيجي بالألم ده؟ لأن هي أولا البين ثريشولد بتاعها أو عتبة الألم عندها مختلفة، اللي هي ما جربتش ولادة وما جربتش حمل أو حاجة زي كده، فالرحم بيكون صغير ويعني بيحصل فيه مادة البروستاجلاندين بتطلع فبتعمل نوع من العصر العضلات الرحم، بيبقى نزول الدم بينزل من فتحة صغيرة جدا من عنق الرحم، بيحصل نوع من السكويز أو الضغط الجامد فبيعمل ألم، زائد إن ساعات الفتاة بيبقى عندها الألم ده بيسمع في كذا حتة، بيسمع في الشرج في المثانة في بطنها، تحس بانتفاخ ساعات بيجي لها صداع نصفي وجع. لكن بعض الحالات النادرة في أمراض اسمها الاندوميتريوز أو بطن الهاجرة بيبقى ألم الدورة قبل الدورة ما بتيجي بيزيد مع نزول الدورة ومع بعد الدورة بيزيد أكتر. ده عبارة عن ده بيبقى عندها مرض، لا بيبقى عندها مرض اسمه الاندوميتريوز، بس هو منتشر يعني دايما في الفتيات اللي هم ما اتجوزوش فتره يعني بعد فوق ال 30 او 35 كبر شويه، لان عندها هرمون الاستروجين اللي بيطلع زي كل شهر قلنا في الدوره الشهريه ما بيتعادلوش بهرمون البروجسترون بتاع الحمل، فبيحصل لها تكيس على المبايض، كيس على المبيض، اكياس دمويه، بيجي لها اورام ليفيه، اكياس في الثدي، الحاجات دي ممكن بتاثر عليها، فده بيسموه مرض السيفيلايزيشن، مرض الحضاره، لان يعني الحضاره لما بتزيد البنت تتاخر في الجواز فوق 30 35 سنه، فبيبقى عندها الاستروجين هرمون فتره طويله جدا بيشتغل من غير ما يعوض بالهرمون الحمل. طب ناخد الاتصال. الو، عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايز اسال الدكتور. اتفضلي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم، اتفضلي يا فندم. لو سمحت عايز اسالك عن مين خدت، كنت مقبلة على حمل، يعني انا معايا طفلين وبعد كده بعد الطفل الثاني ده كان عندي 4 سنين، وكنت عايزه احمل بعد كده ايه عطس شهرين وانا بتنجز معايا بتسافر حاليا، فالدكتوره قالت لي ان انت الوسيله اللي انت تاخديها منشط، خدت المنشط وبالفعل برضه ما حصلش حمل، قعدت 3 شهور الدوره ما تجيش خالص، فالدكتوره قالت لي خدي حقنه تنزل الدوره. تمام. فخدت حقنه تنزل الدوره وبعدين برضه نفس الحكايه ما جاتنيش الدوره بعدها باسبوع. حضرتك والده قيصريه يا فندم؟ ايه؟ حضرتك والده قيصريه؟ لا والده طبيعي. حصل لك سخونه او تعب بعد اي ولاده؟ لا مفيش اي حاجه من ده. رضعت كل بيبيهات طبيعي؟ تمام. وبعد كده بعدها باسبوع برضه نفس الحكايه مفيش الدوره ما جاتش، رحت للدكتوره ادتني قرص اللي هو المدور ده قالت لي هتاخديه ثالث يوم الدوره هتبطلي الدوره هتنزل وثالث يوم الدوره خد المنشط ده، وعملت كده فعلا وخدت القرص من دوره الدوره نزلت وكان يسيم الدوره خدت اللي هو المنشط، وبعد كده خلاص على اساس ان الهرمون ده هيظبط الدوره برضه ما ظبطش الدوره خالص. وزن زاد شويه يا مدام في الفتره الاخيره؟ ايوه. وزن زاد في الفتره الاخيره شويه؟ نعم. وزن زاد في الفتره الاخيره شويه؟ لا. تمام. ده بنعكس ان انا وزن ده يعني متوسط يعني. تمام يا فندم، هنجاوب حضرتك ان شاء الله. وبرضه الدوره ما نزلتش خالص، وبعد كده الدكتوره دلوقتي بتقول لي اعملي تحليل اللي هو بتاع اس اتش وال اتش والتي اس اتش. قالت لي اس اس اتش تقريبا. تمام. عشان نشوف المبيض. طب لو انا ما عملتش التحليل وخدت حقنه في نزول الدوره هل ده هيلخبط في الهرمونات؟ هنجاوب حضرتك يا فندم. مش شكرا يا دكتور. تحت امرك. تحت امرك. الامراض طبعا بتتكلم كويس جدا بس ريتروجريد، يعني المفروض في الاول قبل ما نبتدي نديها اي علاجات نعمل لها الاف اس اتش وال اتش، تشوف الهرمون قبل ما ناخد علاجات، يعني عاوزين نشوف يعني الدوره الشهريه مش تساوي
الصحة العامة للسيدة. يعني ده اكيد بيديه تقرير على حياتها الصحية، على الغدة النخامية، على الغدة الدرقية، على الغدة فوق الكظرية، على الغدة، على المبيض نفسه، على الرحم. ده بيدينا صورة كاملة. لكن السيدة دي احنا دلوقتي بنعالجها، عاوزين نعالجها، عاوزين نسأل سؤال واحد بس. السيدة لما تيجي للدكتور او الدكتورة، انا الدورة عندي ملخبطة بسببين، عاوزة تنتظم ولا عاوزة يحصل حمل؟ بس لو هيحصل الحمل ليه علاج معين تاني خالص، لو انتظام الدوره ليه علاج تاني خالص. فساعات المريضه بتروح للدكتور تقول انا عاوز الدوره تنتظم وكده افكر في حمل، وهي اصلا عاوزه تفكر في حمل اصلا. فاحنا بنفكر بالنسبه للسيده دي عندها حاجه اسمها تاخر حمل سنوي، تبتدي معاها بالتدريج، نعمل لها اشعه الزونيه، تحليل هرمونات، نعمل لها اشعه بالصبغه، نديها ادويه منظمه للدوره، وفي نفس الوقت بعد 3 اشهر او 4 اشهر من تنظيم الدوره نعمل متابعه التبويض، في تبويض كويس خير وبركه، مفيش تبويض كويس نديها منشطات من اقراص لحقن لحمل مساعد. ده بالتدريج. لكن المشكله ان هي العيانه عاوزه حاجه بسرعه ناتشرال وبسرعه. يعني مش هتحمل بسرعه، بتضيع وقتها على الفاضي. 6 اشهر منشطات، 6 اشهر تنظيم دوره، 6 اشهر عاوز اعمل اشعه بالصبغه مش خايفه منها، 6 اشهر خايفه اعمل عمليه. طب يمر الوقت ويتمر سنه سنتين. طيب ناخد الاتصال. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مدام اجلال من العجوزه. اهلا بك مدام اجلال، اتفضلي. الله يخليكي. ممكن اكلم الدكتور معاكي؟ اتفضلي حضرتك. طب لو سمحت، انا مركبه لوب وعندي مشكله اثناء الدوره، قبل الدوره باسبوع بيحصل علامات الدوره بس ما بتبقاش موجوده الدوره نقطة أو نقطتين، وبعدها بيحصل أسبوع الدورة، فالدورة كده بتقعد حوالي 15 يوم. وطبعا دي عاملة لي مشكلة. بقالك قد إيه مركبة اللولب يا فندم؟ نعم. بقالك قد إيه مركبة اللولب؟ بقالي 4 سنين. تمام. حضرتك بتعملي متابعة عليه؟ آه عملت عليه متابعة. تمام. بس أنا كنت خدت فترة كورتيزون، فقالوا لي رحت للدكتور فقال لي من الكورتيزون. فأنا مش عارفة هل ده فعلا من كورتيزون ولا هل دي ثبات الدم. شكرا السلام عليكم. طبعا احنا عاوزين نختصر شديد ان اللولب ده بيركب بعد الدورة، بيقعد من 5 إلى 10 سنوات، دي متابعة معينة بعد 10 أيام من تركيبه، وبعدين بعد شهر، وبعدين بعد 3 أشهر، وبعدين 6 أشهر، وكل سنة. لا غالبا الستات ما بيعملوا بعد شهرين وبعد 5 سنين. اه بالظبط. او مثلا مشكلة، طبعا اللولب ده حاجة خاملة موجودة، يعني ممكن يحصل عليه التهاب. بالظبط. ممكن يحصل عليه يحصل نزيف، ممكن يحصل انقباض في الرحم يطرده من مكانه. ممكن يجد على السيدة مرض معين زي كيس على المبيض، أو ورم على المبيض، أو ورم ليف صغير، أو زائدة لحمية، أو عندها زائدة لحمية في عنق الرحم، او التهاب في عنق الرحم جامد مع الجماع او مع الامساك او مع الحادث ينزل دم، فتعتبره من اللولب. طبعا نزول الدم قبل 4 أو 5 أيام من الدوره في الم، ده اسمه احتقان في الحوض، عندها احتقان في الحوض. ليه اسباب كثيره، اللولب ليه احد اسبابه كيس على المبيض موجود، ورم ليفي صغير، رحم مقلوب، كل الكلام ده يساوي الاحتقان في الحوض. فاحنا بننصحها تعمل مجات صوتيه تشوف اللولب في مكانه ولا لا، تاخد ادويه ضد الاحتقان ضد النشف جامد قبل الدوره واثناءها، ما تاخدهاش اثناء الدوره، لان لو خدت الدواء اثناء الدوره قبل ما يشتغل هياخد فتره اكتر من اللازم. فتاخد العلاج قبل نزول الدوره بيومين ثلاثه واثناءها، فيقلل هذا الموضوع. طب ناخد الاتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا سمعت، انا عندي سؤالين. اتفضلي. اول سؤال، انا عندي حمل يعني عندي سقط متكرر على 40-45 يوم، الزيت بينزل. تمام. فالمهم مشيت على لمده 3 شهور على افوسيد وحمض فوليك وفيتامين ه. تمام. فالثلاث شهور عدوا، فرحت عند دكتورتين، واحده قالت لي انا تفويض الحمض بقى لي 3 شهور، اول شهر كان 21 وبعد كده 17 وبعد كده 17، اوكي؟ تمام. الدكتوره الثانيه ادتني برضو وقالت لي خدي منشطات حافز، لان الزوج العدد عنده 49 مليون والحركه 5% انعست اول شويه. فانا مش عارفه اعمل ايه، دي اول حاجه، هل اخد منشطات ولا اسيب نفسي؟ ده اول سؤال. التاني سؤال يا دكتور، معلش، التريت بقى لها بتاع 4 شهور، هي كانت بتجيلي 7 أيام دايت ورا بعض، تجيلي دلوقتي مثلا 4 أيام وترجع تفصل يومين وتكمل بعد كده يومين تاني، فسالت في اللي يقول لي لا ده تكميل، في اللي يقول لي شعيرات الدم ضعيفه، فمش عارفه ايه يا دكتور فايف، فالموضوع ده عامل لي ازعاج قوي بالنسبه للصلاه، فمش عارفه افرق، وهو دم غامق يعني بيقول لي شوفي لونه شكله ريحته ولونه غامق زي البريد بالظبط، فهي كانت بتاخد 7 أيام، فال7 أيام دلوقتي يجوا 3 دايركت وتفصل 3 أيام وترجع يومين، فهل ده يبقى تتم ايام الدوره ولا ايه؟ تمام. في سؤال ولا حاجه؟ في سؤال تاني. خلاص الاثنين كده.
شكرا. نعم. هنجاوب على السؤال الثاني اللي هو ممكن اللي بيحصل لها ده ممكن نتيجة الأشياء الأطفال اللي بتاخده أحيانا زي كده بيعمل سيرة في الدم وبعض أي أدوية بتاخدها أحيانا زي كده مع القلق النفسي عندها ممكن يؤدي هذا الموضوع. بالنسبة للموضوع الأولاني هي دلوقتي ماشية بمحورين مختلفين. هي عاوزة هي عاوزة حمل. الحمل يعني الزوج 49 مليون 5% ده المفروض احنا بنعرضه على دكتور التناسلية ذكورة بيشوف إذا كان الحجم ده يحصل أو العدد ده يحصل منه حمل ولا لأ. ساعات بنعمل فحص مزدوج بيننا وبين التناسلية بنعمل حاجة اسمها اختبار ما بعد الجماع يحصل جماع وبناخد الشيء المنوي الموجود في عنق الرحم نحلله نعرف الحياة المنوية الموجودة جوه دي حيوية فيها حركة فيها يعني قابلة لحدوث الإنجاب ولا لأ أو دخول الرحم. وبعد كده نبتدي مع النسيجة دي مفيش حاجة اسمها منشطات وهي عندها دورة كويسة. يعني أي سيدة عندها تبويض كويس وديها منشطات بنمنع التبويض الطبيعي بتاعها وبنحوله لتبويض صناعي فيمكن تشتغل المبيض ده غير بهذا الأدوية فهي بتضر نفسها. طبعا الكورتيزون يعني ادويه الكورتيزون الحاجات دي كلها على حسب لو بتتاخد فتره قليله لعرض معين ما فيهاش مشكله. لو بتتاخد بطريقه عشوائيه او بعض السيدات دلوقتي اللي هم يعني بعض السيدات بياخدوه لطريقه سبب ان هم عاوزين يعني يتخنوا شويه او يسمنوا شويه او حاسس ان هي رفيعه دي ما بتبقاش سنه طبيعيه دي هم بياخدوها عن طريق بعض الوصفات اللي مع زمايلها او اصدقائها دي اخطر حاجه الحاجات دي اخطر حاجه. فطبعا اي اضطراب هرموني عند السيده بيؤثر زي ما قلنا ان الدوره الشهريه عباره عن مقياس للحاله الهرمونيه السيده. اي دواء هرموني غلط او حاجه زي كده بيؤثر على الموضوع. طيب في اتصال معانا. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشترك في البرنامج معاكي؟ طبعا. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. انا كانت البريود عندي قبل الجواز ما كانتش منتظمه قوي يعني، وبعد الجواز بدات تتغير خالص، ممكن تقعد شهرين وما تجيش. انا متجوزه دي لشهر وسنه ونص يعني. تمام. اخدت منشطات. الدوره تيجي بالم ولا من غير الم يا فندم؟ بالم. تمام. وبحس برضه بالم بعد هي ما تمشي اللي هي فتره التبويض يعني. تمام. بعدين اخدت منشطات لمده 3 شهور وكانت بتيجي في ميعادها يعني وقت المنشطات. وبعدين اخر مره ما اخدتش منشط ورحت عملت اختبار حمل اللي هو اختبار الدم يعني. فطلع نسبه الهرمون عندي 42. كويس. فالدكتور قال لي انه لو ما كانش فيه كان هيبقى 7 ولو كان فيه كان هيبقى 70. ممكن تكون بطانه الرحم عندك مش عارفه كبيره او ممكن يكون. طب عيد التحليل ده بعد يومين ثلاثه؟ نعم. عيد التحليل ده بعد يومين ثلاثه؟ بعد ما عدى معاده عيد التحليل عملتيه طلع 42 عملتيه بعد يومين ثلاثه؟ لا ما عملتوش ثاني. لو عملتيه ممكن لو لقيتيه بتزيد يبقى ده حمل ان شاء الله. ما هو حضرتك انا بعد كده راحت هي نزلت يعني بعد 3 ايام من انا عملتها حطيت لي ظروف نفسيه فنزلت. تمام. فانا عايزه افهم ده يعني هل مثلا 42 ده كان حمل ولا ما كانش فيه؟ ولما سالت الدكتوره بتاعتي بتقولي ده احتمال يكون فيه وكان مضرور يعني. تمام. فعايزه اعرف دلوقتي انظمها ازاي اليومين دول لان انا عايزه. عمل تحليل في امانه؟ كويس. كويس الحمد لله. تمام. هنجاوبك فعلا ان شاء الله. هو طبعا مدام بتتكلم كويس جدا. احنا دلوقتي اي سيده عامله اختبار حمل رقمي، هي اسمه اختبار حمل في الدم رقمي، بيطلع رقم معين. الرقم ده بيطلع مثلا 150 150، ده بيقول ده حامل من اسبوع لاسبوعين. 500 ل 1000 ده من اسبوع لاسابيع لاربع اسابيع مش عارف ايه. التحليل ده ممكن نشخص منه حاجات كتير جدا. ممكن نشخص منه الحمل وحيصلي، ممكن نشخص منه اذا حصل اجهاض ولا لا، ممكن نشخص منه اذا كان في توأم او مفيش توأم، بنشخص منه حمل خارج الرحم ولا لا. لو لقيناها مثلا رقم معين وبعدين بعد يومين عدناها لقيناها تريبل اربع اضعاف خمس اضعاف يبقى ده حمل خارج الرحم. لو لقيناها ضعف ولا حاجه يبقى ده توأم. لو لقيناها بيقل يبقى البيبي ده مش هيتكون او حاجه زي كده. هو طبعا احنا عندنا بطريقه بسيطه جدا ما اقول لسيده انت حامل لازم يكون خمس حاجات حصلت لها. اول حاجه الدوره اتاخرت عليها. تاني حاجه عمل اختبار حمل في الدم او في البول لقيته موجب. عمل موجات صوتيه لقينا في كيس حمل. بعد كده حصل اجهاض لا قدر الله بنحل نزل منها ويبقى عندها اعراض حمل. لو الخمس حاجات دول مش موجودين ما اقدرش اقول لسيده دي انت حامل 100%. هي سيده دلوقتي حاله نفسيه او المرض القلق هي عاوزه تثبت للاخرين او تثبت لاهلها او تثبت لاهل جوزها ان انا حصل لي حمل وانا كويس بس جوزي زعلني فنزل البيبي او حاجات زي كده. مش عاوزين ندخل في هذه التفاصيل. احنا عاوزين نقول ان واحده حامل يبقى في كيس حمل وفي جنين موجود جواه. غير كده انا ما اقولش انت حامل انت حامل. طيب معانا تليفون من الاقصر من الصعيد. الو الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحتي بس كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه. معاكي طبعا اتفضلي. اتفضلي فندم. لو سمحتي يا دكتور انا الدوره عندي متاخره بقى لها 4 شهور. تمام. عندك مدام متجوزه؟
متجوزة ثلاث أولاد. ثلاث أولاد. والدة قيصرية؟ لا والدة تظني حضرتك. رضع الطبيب بعد الولادة؟ مركبة اللب قالي 4 أشهر تقريبا يعني. رضعت طبيعي بعد الولادة؟ رضعت طبيعي. في بنت من الثدي بتاعك افراز ابيض او شفاف او دلوقتي؟ دلوقتي. تمام. هنجاوب حضرتك ان شاء الله. طيب شكرا. الف شكرا يا طبعا دي ده اضطراب في الغدة النخامية اللي احنا قلنا برضو اساسها اللي بتشوف الموضوع الدورة. فاحنا بننصح نعمل لها حاجة واحدة بس ان احنا نعمل لها تحليل الهرمون برولاكتين ثالث يوم الدورة. لو لها عالي بتاخد علاج لتقليل هذا الهرمون فهينظروا عندها الدورة. لو لها أعلى من 100 بنعمل لها أشعة على المخ أو على الدماغ ونعرف إذا كان في الغدة النخامية فيها ورم صغير أو حاجة زي كده كبير شوية. هي دي الحالتين اللي ممكن يعمل اللي هو الغدة النخامية. لو في يعني إفراز زيادة شوية في البرولاكتين ده بتاخده علاج بسيط جدا شهر او شهرين او 3 أشهر وبيروح بينزل هرمون البرولاكتين فده بتنتظم. لان هرمون ده بيعلى زي هرمون الرضاعة فبيمنع الدورة. لكنها الحاجة التانية ان هو طبعا القلق النفسي بقى مع الهرمون ده برضو بيقلل بيسموه هرمون الاسترس. الاسترس او القلق بيمنع نزول الدورة عندها. فهي ان شاء الله نعمل لها كلام ان شاء الله. طيب دكتور حضرتك قلت الغده النخاميه ليها تاثير زي ما حضرتك قلت بالنسبه للدوره. الغده الدرقيه بقى هل ليها في علاقه بينها وبين اضطرابات الدوره؟ كسر الغده الدرقيه ده بيعمل زياده في الطمس اكتر من 80 ملي لتر في الشهر. بيزود كميه النشف اكتر. ولو عالجنا الغده الدرقيه نقصها غده درقيه بهرمون تعويضي اكتر من اللازم بيؤدي الى حدوث النزيف برضه. يعني الغده الدرقيه دي علاجها لو احنا عندها قصور بتعمل زياده في الغده الدرقيه نشاط الغده الدرقيه بيقلل الدوره يعني شويه. فالغده الدرقيه دي من الحاجات اللي وبعدين اعراضها مهمه جدا لتثبيت مش لازم طبعا غده درقيه الناس يبقى عندها كحوص في العينين. لا يعني طبعا لا يعني مش لازم. ممكن تكون يعني اضطراب في النوم احد الحاجات اللي بنفكر فيها. اضطراب في الدوره الشهريه بنفكر فيها. بنعملها تحليل بسيط جدا هو T3 وT4 TSH بنشوف اذا كان ده عندها نسبه عاليه او لا. بنعمل اشعه تلفزيونيه او على الغده نشوف اللي هي مختلفه ولا. واحد اسباب الاجهاض المتكرر الغده الدرقيه. يعني ممكن الغده الدرقيه لو مش منتظمه افرازها بيؤدي لحدوث اجهاض متكرر. الحاجتين هم عندنا اللي بيحصل لهم اجهاض متكرر الغده الدرقيه والسكر هو مش متشخص. لو احنا عندها تاريخ مرض للسكر او عندها السكر الكيميائي او عندها اضطراب في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ممكن يحصل اجهاض متكرر قبل ما يحصل عندها تحليل السكر بيبقى عالي. ولو عملته حتى بعد الاجهاض يطلع الطبيعي للسكر. طيب معانا تليفون على موبايل ده قطع معلش تحاول تتصل بينا تاني معلش. يعني ما لحقناش عشان الدكتور كان بيكمل اجابه السؤال. بنتقل في كلام يا دكتور ليه زياده الطمس او زياده دم الحيض. يعني في سيدات كتير احيانا بتعاني من زياده الدم كان بيبقى اسباب ده ايه؟ زيادة الدم في اسباب عامة زي مثلا امراض في الدم او عندها سيولة. ناخد التليفون معلش. الو الو ايوه صباح الخير. صباح النور. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. الو اتفضلي فن. صباح الخير يا دكتور. صباح النور فن. لو سمحت انا سيدة عندي 55 سنة. ايوه. والدورة قطع عندي بقالها شهر بقالها سنة وشهرين. ايوه. ومن ساعة ما قطعت وانا حاسه بانتفاخ في صدري وبطني وحتى بطني الثاني حتى من تحت وابتدى يحصل الم في ايديا وفي رجليا. اول ما اقوم من النوم او لما اجي انام يبقى في الم شديد قوي في جسمي. فمش عارفه ده من ايه. وكشفت وكده قالوا ايه ما تاخديش الهرمون ده عشان ده خطر على الصحه. اللي هو الهرمون التعويضي. ايوه الهرمون التعويضي. تمام. فمش عارفه راي حضرتك ايه. طيب عندك اي مشاكل تانية صحيه؟ لا هو انتفاخ في القولون بس اللي عندي. ضغط سكر اي حاجه فيه؟ لا 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 الحمد لله ما عنديش حاجه. طيب المدام هننصحها باول نصيحه. هي ست متعلمه جدا وواضح ان هي مثقفه جدا. هي احنا قلنا بقى 55 سنه والدوره قطعها بقى لها سنه. هنديها بس نصيحه واحده. لو نزل عليها نقطه دم بعد هذه الفتره لازم تفحص او تكشف او تاخد عينه من الرحم. لان احنا انقطاع الدورة مدة سنة بعد انقطاع الدورة بنفكر في حاجات في زيادة في يعني الاورام في الرحم او حاجة زي كده بعد سنة لو نزل عليها دم نقطة دم حتى لو هنشيل دم كتير. هي بالنسبة لها هي طبعا بتتكلمها صح بالنسبة للهرمونات التعويضية
في كلام كتير دلوقتي عليها، لقوا ان الرياضة والكالسيوم واعطاء حمض الفوليك بكميات كبيرة فيتامين ب مركب والرياضة والحالة المزاجية والنفسية بتعادل بتعالج هشة العظام اللي عندها زي هرمونات تعويضية. لقوا يعني عملوا دراسة على 100 سيدة خدوا الهرمونات التعويضية، الاكل المنتظم، نقص في الكوليسترول، الاكل الغذائي الصحي، الخضروات، اللبن، الكالسيوم، الرياضة والحاجات دي كلها، وخدوا حمض الفوليك بكميات كبيرة. ولقوا ناس تانية وخدوا هرمونات تعويضية، لقوا الناس اللي خدوا هرمونات تعويضية نفس الفكرة هشة العظام، ما عملوا كثافة للعظم من الناس دي والناس دي، لقوا النسبة واحدة، بالعكس يمكن النسبة في الرياضة أكتر. والأعراض الجانبية طبعا والمضاعفات اللي بتحصل من الأدوية والحاجات دي كلها أقل جدا بكتير. طبعا هي بالنسبة لها تعالج القولون والكلام ده كله مهم جدا، يعني ممكن أعراض القولون تديها إحساس بألم في الرحم او في المبايض او في الحوض، ونديها يعني ممكن اعراض المرض ده تبين لها كانها عندها حاجه في العظم، عندها في العظم وده نقص هرمون الاستروجين بعد ما الاضواء قطعت. الهرمون ده هو اللي كان بيحمي العظم او بيعمل بيزود كثافه العظم ده. فالهرمون ده بيقل بيعمل نوع من الهشاشه العظم اللي بيخليها عندها هشاشه اكتر وعرضه لامراض القلب اكتر من الشيء العادي. طيب زياده الطمس بقى احنا كنا بنتكلم عليه وحضرتك كنت طب معانا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن كلمة الدكتور؟ طبعا اتفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت دكتور انا متجوزه من 24 تمام، ومعظم اللي كان لنا الحمل عندي اللي هي التكيفات والهرمون اللي هو الصدر يعني تمام ماشي يا دكتور. فدلوقتي الدكتور رحت للدكتور اداني اللي هو جلوكوفاج قال لي تستمر عليه على طول، وبعدين لحد ما كنت برضه لسه ما حصلش حمل، قلت له في الحلمي الحلم بتاع الصدر الحلم زي الصابون كده ايه حضرتك. فالمهم بعد الجزء الاخير حضرتك كنت بتقولي ايه؟ ايه الصابون؟ حضرتك كنت بتقولي الجزء الاخير اللي قلتيه ايه؟ دي لا الدواء اللي كنت اخذه يعني بعد الجلوكوفاج. في افراز مثالي بينزل حضرتك؟ ايوه في افراز في الحلمي. ايوه في الحلمي والدكتور ده النكتبيل تمام بس لحد دلوقتي ما خلصش. والزوج تحيله كويس؟ نعم الزوج تحيله كويس. الزوج تحيله كويس؟ اه تحيله كويس. وعمر كام سنه؟ حلم كويس 80% يعني. عندي كام سنه؟ 80 مليون. حضرتك عندك كام سنه يا مدام؟ 19 سنه 64 خلاص هنجوحك. طب اتفضلي. طبعا في تيبيكال مرض تكيس المبايض وتلاقي قبل ما يجيلها الدوره وهي اول ما تلاقي الدوره بيجيلها غير منتظمه ومتقطعه بدون الم. احنا بس الفتره هي بس الكتيره ان هم اربع سنوات لازم نلجا للايه؟ للحمل المساعد. يعني احنا بعد اربع سنوات ما عاد نفس الحمل. طبعا هو في عشان سنها صغير انا افضل تعمل عمليه منظار نشوف التكيس ده اخباره ايه ويتعالج ونشوف اذا كان في حاجه في المراحم حاجه في المبايض بالمنظار وبعدين ندي منشطات معينه. لو يعني لو فشل هذا الموضوع نلجا لعمل الحمل المساعد هو الترقيح المجهري او اطفال الانابيب هتجيب نتيجه معاها كويسه جدا ما تقعدش بقى فتره اطول مع عدم العلاج. طبعا الدواء اللي لقيته هو ميتفورمين ده اسم العلم بتاعه ده دواء بيتاخد لمرضى السكر لتقليل الشهيه عندهم او التخسيس لان هو ان مرض السمنه عامه مع تكاثر مواد ربهيه السمنه يعني سبب تكاثر مواد بيعمل سمنه يعني هو ده بيسموه الازدواج السيء لهذا المرض يعني المرض ده بمعاه سمنه وتكاثر مواد فبيعمل اربع حاجات بيأثر على السيده ما بتخفش. السيده عندها حبوب في وشها زي حب الشباب او عندها البشره مش ناعمه اكتر او حاجه زي كده ما بتعالجش كويس لو راحت حتى طرق جلديه غير ما وزنها يقل. سيده بيبقى عندها ضعف التبويض والدوره مش منتظمه ما بتصلحش غير ما يصلحها حمل. واحده ثانيه بيجي لها السمنه بتاعتها مختلفه يبقى عندها سمنه في البطن مش في الارداف. فالدهون اللي في البطن دي اصلا بتاثر على امراض القلب والشرايين اكتر والرجوع والتخشيش منها بيبقى صعب شويه غير الارداف والايدين والحاجات دي. طيب معانا تليفون من الوادي الجديد. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. بصي حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاكي اتفضلي يا فندم. بصي حضرتك يا دكتور انا طب اعلي صوت حضرتك شويه
حاضر 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 اتفضلي. بصي حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم معاكي. اتفضلي معاكي الدكتور يا فندم. حضرتك انا عندي ولد وبنت، معايا ولد وبنت. تمام. ولدهم قيصرية. تمام. وبعد كده حملت حضرتك في شهر رمضان اللي فات، كنت حامل وسقطت. تمام. وبرضك حملت تاني، وعلى عيد الاضحى برضك انا حصل لي نفس الكلام ده وسقطت. كام شهر يا فندم؟ على شهرين حضرتك. تمام. عملت عمليه تنظيف بعد كده؟ على شهرين. عملت عمليه كحك بعد الاضطهاد؟ ايوه، اول مره اخدت برشام ونزل في البيت. تمام. وحولك الحمل الثاني اخدت عملت عمليه كحك. كحك. تمام. السؤال ايه يا فندم؟ طب حضرتك انا كنت كشفت كده والدكتور قال لي هو ممكن يكون نسبه هرمون البرولاكتين. برولاكتين. فيعني هو قال لي هو فعلا هو ان انا عندي نسبه زياده كده، فقال لي تاخدي برشام هو الدوبادرين. تمام. بس انا كنت اخدته قبل كده قبل ما احنا من اول مره اخدته مرتين، واخدت مرضى في نوع ثاني باغلى من 175 حضرتك. تمام. انت ومعرفش بس بيحمل والعيل بينزل ليه يعني على شهرين. تمام. هل هو سبب الهرمون دوت يعني ولا ايه؟ هنجاوب حضرتك ان شاء الله. هو طبعا يعني هرمون البرولاكتين او الهرم ما يعملش اجهاض. يعني لازم نفهم السيده كده، هو ممكن ياخر الدوره، ممكن يلخبط الدوره، يلخبط الحمل، ولكن المشكله عندها يعني هي مش قادره تتصورها ان ممكن القيصريه اللي عاملاها قبل كده مره او مرتين البويضه والخصوبه تلزق في منطقه بتكون فيها الجرح القديم، او بتكون في منطقه فيها التهاب معين في منطقه الرحم فبيحصل اجهاض. يعني احد اسباب الاجهاض ان البويضه المخصبه ما بتلاقيش مكان كويس تلزق فيه، فبيحصل لها الاجهاض بعد شهر او شهرين، او بيحصل ضعف او الدم مش بيوصل للبيبي نتيجه ان في جرح كان موجود قديم في القيصريه. فعشان كده بنفضل الناس ما تحبش القيصريات كتير قوي زي دلوقتي وكلهم عايزين القيصريه، لان ممكن القيصريات دي تؤدي بعد كده تاخر حمل او التقاط او يحصل اجهاض متكرر بعد كده. فدي بالنسبه لها، فهي السيده بالنسبه لها طبعا قالت كمان ست حاجات، قالت ان انا كنت باخد دواء لهرمون اللبن، وقالت كانت بتاخد دواء غالي جدا، الدواء الغالي ده طبعا اتلغى من السوق دلوقتي لان ثبت ان هو بيعمل حاجات يعني اورام في المخ وحاجات زي كده، واتمنع في امريكا، ولكن احنا عندنا في مصر بداوا يستخدموه وعشان غالي فالناس بتقول عليه ده حلو جدا، ولكن ده اتمنع، واي حد يدخل على النت يشوف الدواء ده بقى حوالي 2007. طب ازاي حاجه زي كده ما بتتسحبش من السوق يا دكتور؟ يعني لما يبقى حاجه زي دي الناس ما تعرفش ان حصل كده في اوروبا او حصل كده بره، لازم تتسحب من السوق. دي شركات بتبقى مش عندنا، دي ادويه جايه متعرضه من بره، والعيان المصري ساعات ده اللي بيبيعها، ما هو برضه طبيب دكتور يعني. ما هو المشكله ان بعض ممكن بعض الاطباء ما يكونش الحاجات دي ابديتد، عشان كده بنقول الدكاتره ان هم يعني المؤتمرات والحاجات دي كلها بتساعد ان هم مهم ان هم يعرفوا الكلام ده كله. دي الدواء ده من 2007 اتلغى من العالم كله. دي حاجه. الحاجه الثانيه فبالنسبه لها هي تلجا لحاجه اسمها تاخر اجهاض متكرر، تبتدي تعمل منظار رحمي تشوف اذا كان في حاجه في الرحم من جوه، في زياده لحميه زياده، في التهاب، في التهاب في الرحم، تتعالج من هذا الموضوع، تاخد ادويه تتخن ضغط الرحم بطريقه منتظمه بحيث تساعد هذا الموضوع. معلش يا دكتور ليا حته، هي قالت حضرتك سالتها وقلت لها عملتي كحت، يعني في البعض بيقول ان الكحت ده ممكن يسبب مشاكل. لان دلوقتي ما بقاش يعملوا الكحت دي، بقى يسيبوا بينزل لوحده او بعض الادويه. لا هو الادويه بتشتغل يعني ممكن الكحت ده ممكن يكون حصل زياده طبعا. حصل زياده في انها هو عيب الكحت حكتير. شال زياده من اللازم هياخر الدوره ويلخبطها ويخليها تيجي كل شهرين ثلاثه. لان غلط الرحم لسه ما اتكونتش. الحاجه الثانيه بتاعت الاقراص اللي بتتاخد عشان الاجهاض دي بتتاخد بس في وقت من 49 ل 50 55 يوم حمل. بعد كده بيبقى تاثيرها اقل، يعني بتعمل اجهاض ولكن 80% 60 يوم بتبقى 40%. يعني كل ما الحمل يكتر التاثير بيقل. الكحت طبعا دي عمليه تعتبر عمليه ممكن يحصل فيها التهابات، ممكن يحصل فيها التصاقات، ممكن يحصل فيها يعني دلوقتي ما بقاش حد بيلجأ ليها بصراحه. نادرا ما بسمع ان حد راح عمل كحت. واحنا عملنا كحت ما بقاش الاطباء بيقبلوا عليها. عشان دي عمليه تعتبر
من العملية اللي هي من أصعب العمليات اللي هي ممكن تؤثر على الناحية الإنجابية بعد كده. لو وسعنا أنا كرهم أكتر من لازم بيعمل إقامة متكرر أو نحتاج نعمل ربط للحمل. لو كحدنا أكتر من لازم بنحسن بنجور على الرحم وممكن نخسر إنها نخرج من الرحم. والحاجة الثالثة لو حصل التهاب وده المشكلة بيعمل بلانت الرحم في التهاب. طيب ناخد اتصال. ألو 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 أي فندم صباح الخير. اتفضل يا فندم. لو سمحت تكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. آه لو سمحت انا ولد ابني عنده سنه وشهر وبعدين الدوره جات لي 26/11 تمام وما جاتليش تاني كنت بطلع نظيف تمام. آه كده في مشاكل انا مش فاهمه يعني كده طبيعي ولا انا المفروض اعمل حاجه او انا حاطه مركبه اللوب من بعد ال 40؟ طب كويس. نعم كويس جدا يعني مفيش مشكله يعني لو حضرتك انت مركبه واخده وكيله والدورة جات احنا حتى احد اسباب الدورة تيجي او ما تجيش دورة الرضاعة ده طبيعي. لو وحتى يعني انت بترضع اكتر من 10 مرات في اليوم اكتر من 10 دقائق كل مرة الدورة مش هتيجي. ولكن البيبي بتاعك لو قل او بدأ ياخد اكل خارجي او الرضاعة قلت شوية هتنزلك دورة. يعني هي كده ما تجيش الشهر ده. مش شرط يا فندم. مش ما تلاقيش خالص ومفيش داعي. تبيع فور حمل كل شهر زي ما بعض السيدات بيعملوا كل شهر واخدين وسيلة لولب كل شهر بياخدوا الحمل. لا اطمني جدا مش اي مشكلة. وتابعي اللولب عادي زي ما قلت في اول حلقة اللي هي بالموجات الصوتية او تابعي كل 3 اشهر او كل 6 اشهر وبعدين كل سنة ان شاء الله. طب هي كده ممكن تجيلي تاني؟ ممكن ان شاء الله طبعا. يعني طالما بترضعي يا فندم الدورة غير منتظمة. اه. يعني طالما بترضعي الدورة غير منتظمة. طب هو ممكن تبعت كده يأثر على الحمل؟ لا يا فندم مش علاقة بالحمل خالص. طب الحمد لله انا كنت قلقانة جدا متشكرة جدا لحضرتك. شكرا. احنا عاوزين يا ريت بس احنا نزود الوعي الصحي يعني اكتر من الثقافة الصحية الوعي الصحي اللي احنا الناس دلوقتي بيبقى عندها خوف. يعني السيدة احنا شفنا في التليفون سيدة خايفة تعالج بنتها هرمونات لا تأثر عليها بعد الحمل. سيدة بترضع نظيف وفيها مشكلة واخدة لولب. يعني في ناس دلوقتي بيخافوا من اللولب لأنه بيقول لك بيمنع الحمل الحبوب بتمنع الحمل الحبوب فبيحصل لهم حمل ويحصل لهم إجهاض بعد التنظيف. فلازم نقول لهم إن لازم تاخد الوسيلة المناسبة ليها اللي هي تحميها من حدوث حمل. الوسيلة يا دكتور الطبيب مش بيقدر يحدد الوسيلة اللي تصلح لهذه السيدة أو السيدة دي يعني المفروض مش لوحدها تقول أنا عايزة كذا مش كده؟ المفروض يعني مع طبيبها المعالج المفروض بيحدد هو الوسيلة على أساس على حسب هي هو بعد السيدة الكشف عليها بيقول لها الوسيلة اللي تنفعك اللي تنفعها كذا واختار منها حاجة منها. آه. لكن بعض السيدات للأسف بيروحوا بعض الأماكن أو بعض الأطباء غير متمرسين بيقولوا أنا اللولب مريحني جدا عاوز أخذ. طب أنا عندي ورم ليك مش إشكال أنا اللولب مريحني. طب أنت عندك نزيف متقطع؟ لا اللولب بيريحني أصل قرايبي بياخدوه كان كويس. لا ده غلط. يجب الدكتور يكون حازم او الدكتورة ان هو ما يعملش الوسيلة كأنه ايه سوبر ماركت بيديلها الوسيلة تطلبها. لا يعني بعد الكشف يقول لها ده اللي مناسب بيك ده بالظبط الاقل منها ده اقل منها ده. وده بيسموه الكاونسلنج يعني ولازم جوزها يكون حاضر المقابلة ويتعامل معاها لان ممكن سيدة مثلا تقول انا بنسى واحد ياخد حمى الحمل جوزها لو تعامل معاها هيفكرها بالظبط يعني يفكرها يديها. طب معانا تليفون من بني سويف. الو ايوه يا عنيف. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ستي. الو اهلا بيكي اتفضلي. انا مع حضرتك لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي اتفضلي. هو انا عامله عمليه كحك يوم 3/12 3/1 يعني اليومين دول. فمعلش هو الدم اتمنع من عليا بعد 6 ايام. كان كحت الايه الاجهاض ولا كحت لا كان فقد ايه يا فندم؟ نعم فقد ايه يا فندم؟ 3 شهور. 3 شهور؟ تمام. ايه امورك؟ هو الاداء يعني هو نزل عليا زي لما عادي كده بعديها فقعد 6 ايام. تمام. فيعني انا يحصل بقى يعني جماع او كده ولا غلط؟ هنجاوبك. هنجاوب حضرتك يا فندم ان شاء الله. خلاص متشكره جدا شكرا. هو طبعا بعد 3 اشهر غالبا ما بيحصلش كحت الجلد ينزل كله او بيحصل بس بنجيب بالشفط محتويات الجني. لكن 3 اشهر حجم كبير. ممكن بعد 2 3 اسابيع تكشف عند الدكتور هيلاقي فيه هرمون لبني عالي برولاكتين عالي ممكن ده يخبط ضرر عن ده. بالنسبه للجماع احنا هنعتبره زي حمل او ولاده بنقول على الاقل 3 اسابيع فتش جمال ان دلوقتي العنق رحم مفتوح في دم بينزل فاسد ممكن ان الميكروبات عندها اكتر. فاحنا نقول لها بعد 3-4 اسابيع اثار الجماع الدوره لازم نكشف تروح عند الدكتور تكشف عنده في الهرمون اللبني عالي ولا لا وبعد كده
تشوف بقى ال ما تقلقش من الكحت، والكحت ممكن تعمل بالشفط يعني لو شفت شيء اسرع في حاجه. ناخد تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور انا ليا سؤال. انا عامله منظار رحمي في تسع الشهر دوت، كان تسع يوم ليا من البريود. بعد كده الدكتوره مشيتني في تسع يوم على سايكلوجينوفا. فالمفروض هي البريود تجيلي، يعني هي كانت منتظمه جدا كل 28 بتجيلي، فهي متاخره 3 ايام. فهل ده تاثير السايكلوجينوفا ولا اعمل تست حمل ولا المفروض السايكلوجينوفا؟ من ده رحمي من تحت ولا من البطن؟ لا من تحت. من تحت. اوكي. اصل انا كانت بتجهزني ان انا اعمل حقن مجاري الدكتوره. يا طب انت عملتي قالوا ايه في منظار الرحم؟ نعم. قالوا ايه في منظار الرحم؟ هي انا كنت عامله اشعه بالصبغه وقالوا ان انت ممكن تكون يوني كورنيت يوترس. فطلع فعلا انا يوني كورنيت. كنت حملت قبل كده، اتجوزت، انا متجوزه من من سنتين، وحملت مرتين وسقط بعد بعد 10 ايام من تاخير البريود. تمام. اعمل تست الحمل وبعد كده ينزل. تمام. هو الدكتوره قالت لي انت اعملي منظار وكده عشان نشوف فضامه الرحم قبل ما نعمل حقن مجاري. فعملت اوريدي المنظار، وبعد كده قالت لي لا انت كويسه كمان شهرين بس تاخدي سايكلوبروجينوفا وتعالي نعمل عمليه الحقن. فانا دلوقتي يعني مش عارفه هل السايكلوبروجينوفا ده هو الضغط للبيريود؟ عمرك كام سنه يا فندم؟ عندي 29. بقالك قد ايه؟ سنتين متجوزه؟ بقالي سنتين. طب هو بالنسبه للدواء بتيجي عندك منتظمه؟ منتظمه كل 28 29 اخر يوم 28 بتكون جايه. طب انا عملتيها الانبوبه سالكه؟ هي في ما فيش انبوبه يمين، يعني الرحم مقسوم، يعني الرحم مقسوم نصين، نص مش موجود. صح؟ تمام. طيب يا دكتور، طب انا كنت عاوز اسال حاجه ثانيه معلش. التنشيط الزايد، هي قالت لي ان انا لما باخد الحقن بطلع كذا بويضه من 10 ل 14 بويضه، فهل دوت يعني انا خايفه ان هو يخلص المخزون من عندي، فايه هو التنشيط الامثل؟ عندك نبض في الناحيه الثانيه ولا ما عندك؟ عندي اثنين نبض. تمام. هنجاوبك يا فندم. ماشي، ميرسي جدا يا دكتور. طبعا حاله حلوه جدا. طبعا انا حاسس ان هي الاوفر، ان انا اعمل الحقن المجاري. هي عندها عيب خلقي في التكوين، الرحم بيبقى عنده عباره عن قرنين بيجوا يلجأوا مع بعض، وبعدين في حاجز في النص بيختفي مع الولاده وبترجع لحجم الطبيعي، وبيبقى فيه رحم وعنق رحم. هي عندها النص الفص من الرحم موجود، يعني عندها ناحيه فيها مبيض وانبوبه، الناحيه الثانيه ملساء ما فيهاش انبوبه. المنظار الرحمي حلو كل حاجه، ده بس بيفيدنا عندنا لو عندنا زايده رحميه او حاجه زي كده، كان ليس له فايده في الموضوع الرحم ده. الحاجه الثانيه عندها بويضات كتير بتطلع، فطبعا دي يعني خساره البويضات دي، وعندها انبوبه سالكه. فانا افضل ان هي تحمل عالي طبيعي، تاخد شايفه بجو او الدواء اللي تاخده منظم الدوره ده، المفروض تنزل الدوره بعد 4-5 ايام من تبطيله. لو ما نزلش هنعمل اختبار حمل، دي اول حاجه، يعني حتى ايفن لو واحد في الالف مش هيحصل لها حمل، بس لازم اي سيده يتاخر لها دوره تعمل اختبار حمل. الحاجه الثانيه ان انا دلوقتي بتتكلم سؤال حلو جدا، ان كل بنت او فتاه اول ما يحصل لها البلوغ بيبقى عندها 400 بويضه في كل مبيض، كل شهر بتفقد 5-6-10 يعني لو بتفقد 3 بويضات مثلا ناضجه في 12 شهر في 25 سنه اللي هي الفتره اللي ممكن يحصل فيها الحمل، تفقد حدود 800 بويضه. فاحنا عندنا لو احنا هنفقد كل شهر 20 بويضه او 15 بويضه على الفاضي، يبقى عندها المخزون هيقل، ويجي لها حاجه اسمها سن الامان المبكر، او فاضيه سن الياس المبكر، يعني سن الامان مبكر، وعندها المخزون بتاعها خلص وهي كل حاجه كويسه فيها، ولكن كل سنها لسه صغيره. فاحنا طبعا مش عاوزين طبعا نحكم على الحق المجهري، لكن بكلامها 26 سنه، سنتين جواز، في تبويض عندها، انبوبه واحد. طبعا احنا مشكلتنا بتاعتنا اللي عندها لو مبيض تاني، سالتها ليه مبيض تاني؟ لان ممكن يحصل لا قدر الله حمل خارج الرحم من البويضه الثانيه، تطلع كبيره وتدخل الرحم تعمل هذا الموضوع. وبرده مش عاوزين ننسى تحليل الزوج، لان برده لو في حركه قليله في الزوج بيزود حدوث الايه الحمل خارج الرحم. طيب ناخد اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه يا حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. يا دكتور معلش انا دلوقتي مركبه لوب بقالي ثلاث سنين وخمس شهور كده. فمن ساعتها يعني اقول لحضرتك الدوره بتتاخر، بتيجي مثلا كل شهر ونص،
كل مرة ده كل شهرين ونص، واروح اكشف واخد علاج بالنسبة للتأخير وبالنسبة للإفرازات المهبلية اللي بتجيلي، ساعات إفرازات مدممة أو إفرازات بيضة أو إفرازات لونها مش سرة بس بريحة كريهة جدا. تمام. ما انا لا فطمتي بقالي سنة وخمس شهور شدك مفهوش بس دلوقتي. برضو الإفرازات دي زي ما هي جات حوالي بقالي سنة دلوقتي ابتدت تتظبط. في إفرازات مبتدية عند حضرتك يا فندم؟ بالنسبة دلوقتي الإفرازات دي يعني مستمرة و... أيوة يا دكتور في إفرازات مبتدية عند حضرتك؟ من الثدي من الثدي ايوه في افرازات دلوقتي لا مفرازات مهبليه افرازات مهبليه شديده جدا وجت الشهر ده هي اتاخرت شهر ونص وجت ومع في افرازات لبن كده في الثدي نازله من السره تمام من السره جامد فروحت كشفت فالمهم الدكتوره ادتني برشام كده لاكتوديل تمام بسم الله تدير فمش عارفه ان كان دوت يعني كويس ولا لا او الافرازات دي اللي هي اللي في الثدي وكده هتأثر يعني على تاخير حمل وكده ان شاء الله حاجه والدوره دي انظمها ازاي معلش هو طبعا اول اجابه ان اللولب ليس له علاقه بالدوره يعني الدوره ما لهاش علاقه بان اللولب وجود حاجه خامله وجود في الرحم لو ادي الى حدوث دوره ولا اخرها ولكن ممكن يزود كميتها يعني دي حاجه كده تسبب تاخر اللخبطه الدوره عندها ان هو هرمون في الغده النخاميه هو عالي شويه فتاخد علاج بس المشكله بتاعت الدوره اللي بتقول عليه ده ان هو بيتاخد اسابيع اربع اسابيع لو اتبطل بيرجع تاني تبدا من جديد ترجع لي لازم تاخد ثلاث اسابيع لأربعة لستة لثمانية لشهر شهرين لمية وعشرين يوم تفصل 120 يوم أو لحد حتى بنديه لبعض السيدات لحد تتم الدورة أو لو سيدة سيدة اللولة بنديها لحد بيحصل لها حمل أما الرائحة الكريهة أو الفزات دي دي غالبا عندها يعني التهاب مزمن في الرحم أو المهبل غالبا في كمية علاجه لازم الزوج والزوجة ولازم نشيل اللولة ده غالبا يعني يعني عشان يجيب نتيجة كويسة يعني لو الالتهاب في اوله ممكن تاخد علاج ولولا موجود فيها ولكن بقى لها اربع سنين وتقول رايحه كريهه وبتاع ده عباره عن ما لازم تشيل اللولب وتشيل العلاج وحتى ممكن طريقه سهله جدا قبل ما تيجي الدوره باسبوع تشيل اللولب وتاخد علاج موضعيه وتاخد علاج هي وجوزها وبعد الدوره الجايه اللي بعديها تركب اللولب مره ثانيه. عموما بانتهاء اجابتك على اسئله الاخت اللي اتكلمت بينتهي وقتنا دكتور خالد وبشكر قبل ما اختم لقائي الدكتور خالد رفاعي استشاري امراض النساء والتوليد والعقم بكليه طب جامعه عين شمس بشكرك جدا يا دكتور شكرا شكرا لكم سادة سادتي ولكن انتظرونا بعد الفاصل ولقاء اخر